حاليا بلعب لنادي جالاتا سراي التركي، اكبر الانديه في تركيا يعني. وان شاء الله يعني بوعد الناس اللي جاي احسن ان شاء الله، وان شاء الله منتخب مصر برضو في الفتره القادمه كده ان شاء الله، وان شاء الله يعني انزل منتخب مصر واقدم احسن مستوى يعني وكده، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع، وان شاء الله خير يعني في اللي جاي. وشكرا على دعم كل الناس اللي واقفه جنبي وبتدعمني وعاوزه توصلني للمنتخب وكده، وشكرا لكل الناس يعني، وشكرا لاهلي وناسي، وانتظروني ان شاء الله في الدوري التركي دايما وللاحسن ان شاء الله. ان شاء الله اللي جاي احسن يعني في كل حاجه. امنيتي ان شاء الله ان انا اتنقل لنادي تشيلسي، من تشيلسي لبرشلونه، واخد جايزه احسن نص ملعب في العالم ان شاء الله. ان شاء الله يعني ده اللي بحلم بيه ان شاء الله. شكرا للجميع، وشكرا للدعم، وشكرا لكل الناس اللي واقفه جنبي، وان شاء الله منتخب مصر في الفتره الجايه. وانا مش مستعجل على منتخب مصر، هو كده كده المنتخب جاي جاي يعني، وانا ما عنديش اي مشاكل. جا دلوقتي، جا بعد السنه الجايه، جا في اي وقت ان شاء الله. اول ما اروح اثبت نفسي قدام الجميع واقدم احسن مستوى ان شاء الله، واكون عند حسن ظن الجميع، واشرف الناس اللي واقفه جنبي كلهم، وانا بقول لهم ان انا نجاحي من نجاحكم. كل حاجه بتحصل احنا مع بعض فيها. دعواتكم ليا كده ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي احسن.